مشاكل عرضنا في كهرباء. منورك، اهلا بيكي فرصه. العرض الخاص كان مشاكل في النهارده بقيت موجود. دعم حضرتك ليه اتكلمنا عن وجودك النهارده؟ والله انا مبسوط جدا انا موجود طبعا، وانا جاي الفيلم يعني مبدئيا عشان خاطر الكومبينيشن الفظيع بتاع الممثلين الموجود. انا شفت التيزر، اتفرجت على التيزر وعارف ان كل واحد طالع بشكل مختلف جدا. اكسايتد جدا ان اتفرج، لان اخويا طبعا استاذ كريم السبكي، اتفرجت على التيزر، يعني فرجني على التيزر وانا عايز اتفرج، يعني فعلا عايز اتفرج بجد يعني. ان شاء الله عايز حاجه بقى خدام المره الجايه ان شاء الله باذن الله. حاجه انا عندي ان شاء الله الملحد باذن الله. والله يعني مش 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 حاضر احرق، بس انا عندي حاجه مهمه، يعني عندي حاجه مهمه فيه، حاجه مش كبيره، حاجه صغيره بس حاجه مهمه. الفتره الاخيره شفت ازمه كبيره، كلام تصريحات باسم سمرة عملت ضجه على السوشيال. لا 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 مفيش كلام ده خالص. لا 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 ده راجل جميل، مفيش كلام ده خالص. يعني لما شفت التصريحات دي انت اتضايقت ولا كان بالنسبه لك عادي؟ لا في الاول اتضايقت شويه، وبعدين لما حسبتها كده وشفت ايه اللي بيحصل وبصيت عرفت ان عادي، يعني راجل لطيف وبيهزر وكان بيعلي الافيه، ما اعرفش اصلا ان هو بيصور وبتاع. اه طبعا يا نهار ابيض، شرف طبعا طبعا. لا ممثل تقيل جدا وممثل بجد، ما عندناش ممثلين بجد دلوقتي، فيعني تشوف ممثل بجد طبعا. ممكن نشوفك في عمل فني مع نادي كارب؟ والله ممكن بس مش دلوقتي، في حاجات في خطوات الاول لازم اخدها وبعدين نعمل حاجه زي كده ان شاء الله. ان انا بذاكر كل يوم، بشتغل على نفسي كل يوم، مش تمثيل بس، في حاجات معينه بتفرج عليها، وفي حاجات عندي مدرس في امريكا، عندي مدرس في مصر، وحاجات بعملها في الفتنس، عندي باخد من كل حاجه، شغال كل يوم، بضيف حاجه كل يوم. تقدر نقول انت بعدت شويه عن المكياج وبتركز في التمثيل اكتر دلوقتي؟ لا انا بذاكر تمثيل من 2012 في امريكا. انا طلعت مع اي ستيف فيلمز ميكو ستاندرد سنه 2018، فانا اصلا يعني ممثل من زمان وعملت اعمال. الناس ليه دايما رابطه ان حضرتك بتمثل؟ مش عارف مش عارف والله والله مش عارف يعني. ان شاء الله نخلص من الفيلم ده قريب يعني. فيلم عن سفير ان شاء الله اسبانيا باذن الله.